أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم طبعا يعني راح نتكلم عن نستكمل حديثنا عن مجلة الرياضي، تاريخها طبعا 2 مايو 1992، يعني روح إلى بريد الغراء. مكرمة أمير الشباب الجديدة، القرارات الأخيرة أصدرها أمير الشباب الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه، والتي عاد بها تنظيم اللجنة الأولمبية السعودية واتحاداتها، تعتبر مكرمة أخرى طبعا من الرياضة السعودية. هذا عدنان بكار الخالدي الطائف السعودي رحمة الله عليه، حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد. طالما ذكرنا اللجنة الأولمبية السعودية، نستذكر مواقفة أيام الغزو بعد ما طلعوا الرياضيين هناك. يعني الرجل استدعى أمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية اللي هو عبيد زايد العنزي، وقال له يبا تعال، هذه اللجنة الأولمبية السعودية بالنص بينكم أنتوا واللجنة الأولمبية السعودية، وديروا رياضتكم. وكان وقت المجلس الأولمبي الأسيوي مقبل على الانتخابات، لأن دورة العاب الأسيوية في بكين. نعم. سنة 90، فأصر على دعم السعودية للشيخ أحمد الفهد مكان والده رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد، وكان داعم رئيسي للرياضة في السعودية والكويتية في تلك الفترة رحمة الله عليه، أبو نواف الأمير فيصل بن فهد أسكن الله فسيح جناته. لازم كل لقاء لازم نستذكر مواقفه ومواقف المملكة العربية السعودية. نعم طبعا، يقول أتمنى يعني في مبارك الرشيدي السعودية حفر الباطن، أتمنى أن تقوم المغرب بتنظيم نهائي كأس العالم 98، لتكون أول دولة عربية تستضيف نهائيات مثل هذا الكأس التي لم يحظى بشرف تنظيمها، طبعا يحقق انتصارا كرويا مشرفا. طبعا هو أول دولة عربية تستضيف كأس العالم هي قطر صح. طبعا وأن نشاهد في نهائيات كأس الأمم الأوروبية ستقام في السويد كرة شاملة وأداء رفيع بعيدا عن كعك الكروي والخطط الدفاعية. العك الكروي كاتبين كاتب الكعك هو طبعا العك الكروي صح. أن يعود النجم السعودي السهم الملتهب ماجد عبد الله إلى صفوف النصر والمنتخب السعودي، ليواصل الركض من جديد على ساحات الملاعب ويواصل إبداعاته ونجوميته. طبعا على طاري كاس أوروبا اللي 92، هذا كاس غريب عجيب، يعني منتخب يوغوسلافيا كان أحد المرشحين للحصول على كأس البطولة، ولكن طبعا بعد ما تم استبعادهم بسبب يعني بعض الأحداث السياسية اللي صارت داخل يوغوسلافيا، يعني صعدوا صاحب مركز ثاني الدنمارك. صحيح. وما كان مرشح يعني. لا لا. لكن فعلا يعني قدر الدنمارك انه يتوج بالبطولة. لكن انا اشوف ان فريق منتخب مثل الدنمارك عنده حارس مثل شمايكل ماكو شيء صعب عليه. صحيح. ولا دروب، يعني لا دروب وشمايكل سموه ضيف دم ثقيل. اي نعم. هو ضيف البطولة بس الظاهر ضيف اخذ البطولة يعني. اخذ البطولة طبعا. طبعا ان المصارعة طبعا هل تعلم، هذه اعداد عبد الهادي محمد المري السعودية المنطقة الشرقية لبقيق، مصارعة من اقدم اللعبات وقد مارسها الاغريق والمصريون والرومان كما يتبين من نقوشهم قبل ان تتحول الى رياضة لها قواعدها ومدارسها، وان اول اولمبياد اشتركت فيها السعودية هي اولمبياد موسكو عام 64، بينما شاركت روسيا لاول مرة عام 1900. مو موسكو، طوكيو هي أولمبياد. اي كاتب موسكو. إيه. لا طوكيو موسكو 80. اي أولمبياد طوكيو 64، بينما شاركت روسيا لأول مرة عام 1908 في لندن، والكويت في أولمبياد مكسيكو سيتي عام 68. صحيح. وألمانيا الاتحادية في لوس أنجلوس عام 1932. شلونك نطلع فاصل؟ إن شاء الله. نتابع بقية الحلقة أعزائي المشاهدين، لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي مايو 92. نعم طبعا نستكمل اللي هي هل تعلم أول هداف لكأس العالم سنة 30 في الأورغواي هو الأرجنتيني ستانلي برصيد 8 أهداف، صحيح. 3 في مرمى المكسيك و3 في مرمى تشيلي و2 في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية. انزين أول أنثى في التاريخ أوقدت الشعلة الأولمبية هي طبعا يوليو أو شيء كذي، إن أول فريق فاز بكأس الكؤوس الأوروبية هو روسيا، لا إسبانيا، هو كاتبين فيرنتينا الإيطالي عام 61 كأس الكؤوس الأوروبية، إيه أنا إسباني كأس أمم أوروبا، إيه فيرنتينا الإيطالي عام 61. طبعا منوعات نجوم لمعت في سماء إيطاليا 1990 من إعداد صديق المجلة دخيل سالم عين دار القديمة، هاني رمزي اللاعب المصري، صحيح. الذي جعل العالم كله يعجب به وأدائه، طبعا مدافع لذاد عن مرمى بلاده بثقة، طبعا استحق أن يصنف كأفضل مدافع في المجموعة السادسة بعد كويمن، صحيح. باجيو أغلى لاعب في العالم لأثبت أنه يستحق أن يكون غاليا بالفعل بسبب أدائه المميز وتألقه، صحيح. في البطولة عكس بعض النجوم الذين عقدت بلادهم عليهم الآمال فلم يحققوا ما يستحق الذكر. في كذلك تهنئة من قطر من علي بن أحمد اللنقاوي من خلال مشاركتي في صفحة بريد الغراء بمجلتي الرياضي العربي، تقدم بتهنئة خاصة إلى نادي القادسية الكويتي وإلى جميع لاعبي وجمهور ورئيس إدارة نادي بفوزهم ببطولة الدوري العام، هذا اللي فازوا على يرموك في نهائي 2-0 بعد 14 سنة. كما أتقدم التهاني للاعب الفذ مؤيد الحداد، ويسرني أن أبعث بهذه الأبيات المعبرة عن فرحتي بمناسبة تحقيق هذا الفوز. يا قادسية يا عمري أنت دوما مبعث الأمل، الله يزيد في نصرك وعلى طول تكون البطل، لك إعجابي بفنك وتحياتي أرسلها من قطر. هذا من طبعا علي بن أحمد اللنقاوي. عندنا طبعا معادلات رياضية من عبد الله المطيري، السعودية حفر الباطن يوسف ثنيان زائد سفوق التمياط يساوي إرهاق البعض، تألق فلاح دبشة زائد خطورة الهجوم تساوي تأهل لبرشلونة، النصر السعودي ناقص ماجد عبد الله خسارة بطولة آسيا، نجوم الكويت القدامى زائد العطاء الوصول لنهائيات كأس العالم 82. يعني هذه الصراحة يعني في عندنا كذلك غويرب المري حي المطار، فهد المهلل نجم الشباب وهداف العام الماضي وهداف العرب بدأ مستواه ينخفض تدريجيا، ونحن نطالب من ليزر الشباب أن يجدد علاقته مع الشباك والأهداف، سواء لعب ماجد أو لم يلعب فالنصر في تألق مستمر، ومن شاهد بطولة كأس كؤوس العربية التي أقيمت في دبي سيتأكد من مقولتي، فقد تألق أبطال النصر السعودي لعبوا أفضل من الأولمبي طبعا، إلا أن الحكم تساهل مع المغاربة يعني الأولمبي المغربي، ومن هذا يتضح أن النصر قوي بماجد وبدونه. كم هو محزن وفاة لاعب في قمة الإخلاص والوفاء هو صالح المبارك، فليرحمك الله يا صالح ويدخلك فسيح جناته. عاود فهد الهريفي تألقه من جديد في المشوار النصراوي فهو نجم حقيقي. عندنا كذلك طبعا يعني عندنا صلى التجوري بغازي التجوري طبعا صورة الشهيد فهد الأحمد يعني رحمة الله عليه، كان طبعا باعثها يعني في معلومات ولد الشيخ فهد الأحمد طبعا أحد الأخوة المتابعين المجلة من فلسطين أعتقد في لوس أنجلوس، يقول ولد في 10 أغسطس 45 دولة الكويت، حصل على بكالوريوس علوم العسكرية من كلية مونزا العسكرية بإنجلترا، عمل ضابط بالجيش الكويتي ثم معلما بالكلية العسكرية، شارك بالعمل الفدائي الفلسطيني كمقاتل فدائي في صفوف فتح وأصيب في ساقة، حارب في سيناء ضمن مجموعة من الجيش الكويتي عام 67 ضد إسرائيل، وتعتبر مناصب دولية شغلها الشيخ فهد الأحمد نتاج سنوات كفاح طبعا، ورئيس اتحاد رئيس لجنة الأولمبية يعني مناصب كبيرة رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد. ننهي في حلقتنا أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.